مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. موضوعنا اليوم كيتعلق بالدخول المدرسي. كيفاش الناس كيوجدوا لهذا الدخول المدرسي وشنا هي المشاكل الماديه اللي كتصادفهم؟ نسولوا الناس ورجعوا لكم، بقوا معنا. المشكله ديال المدرسه راه العموم كل الناس كل كيتمحل معها وكيتعذب معها، والكتب الدخول المدرسه وهذا الشيء راه عادي لابد منهم، لا مفر منه. ثاني باغي يقري ولادو راه خصو يدير اي مجهود ديالو، يدير اي حاجه باش يقري ولادو ويشري كتيبات هكا. المشاكل ماشي ما كاينش مشاكل، الدراري دابا عندنا في الباديه كاع ما تيقراو كاع ما والو والو، ما كاين اللي يقريو. المعلمين دابا كيدوزو يومين في السيمانه ولا ثلاث ايام يجيو بحال هادو. على حسب الاسره، الا كان الافراد ديالها مثلا قلال ماشي مشكل. بالنسبه للاب الا كان كياخد سالير مزيان، بالنسبه الى كان سالير مويان مثلا بحدود ديك 2500 درهم ولا كذا وكاري والمراه ما خداماش وهادي، راه ما غاديش يقدر ما يستطيع الزعمة. واخا يكونوا غير جوج الافراد كاع في الدار ما يقدرش عليهم. مساله لي فورنيتير، غادي يكونوا لي فورنيتير ديال التعليم ديال التعليم العام، غادي يكون الفورنيتير ارخص شويه. بوه لازم كيبقى شهر ولا شهرين هكاك نديرو اقتصاد، نقتصدوا شويه، نشوفوا الدراري كامل واش يخصوهم، نوجدوهم باه يدخلوا فرحانين ويكونوا ما يقوموا بالدراسه ديالهم كما يلزم. كاين عراقيل، كاين دخول المدرسه، كاين عراقيل شويه. من طبيعه الحال غادي يكونوا المشاكل، اللي عنده شي ولد زعما على حسب المدرسه غادي يكون من شغل ماديا وشغل الانسان كله باش كيتمشى مع الوليدات ديالو. لا بالنسبه لي عادي انا، لان عندي غير جوج دراري ماشي مشكله. بالنسبه لي انا خدام انا ومولي الدار وداك الشيء، ولكن بالنسبه للاغلبيه، انا كنقول الاغلبيه 90% هما مضرورين سيرتو حنا في المغرب حسب الوقت. الانسان اللي خدام شويه واللي ما خدامش مسكين، الحاله ضعيفه وداك الشيء، راه ما عنده كيدير. ولا عنده جوج وثلاثه راه ما عنده كيدير، ها وشي في الثانوي شي في الاعدادي شي في الجامعه، راه الناس راه حتى هي راه مقطعه شويه. اذا مشاهدينا كان هذا هو سؤالنا، وكيف ما كتشوفوا معظم الناس كيقولوا بان بصح نيت كاين بزاف ديال الصعوبات ولكن خاصهم يكافحوا على قبل باش يقريو ولادهم. الى هنا كتنتهي حلقتنا، وكنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده من برنامجكم سولوا الناس. الى اللقاء.